صباح الخير ليا. صباح الخير يا رشا، صباح الخير لكل مشاهدي الأخبارية السورية وين ما كنتوا عم تدعمونا. إن شاء الله يا رب هاليوم يحمل معه كل الخير وكل الحب وكل البركة، ونهارك سعيد يا رشا. نهار حلو لك يا ليا، لكل حدا أكيد عم يتابعنا على هواء الأخبارية السورية. صباحنا بلش معكم لليوم وكثير من الأمنيات الحلوة لكم، يا رب هذا النهار يحمل لنا كل شيء حلو. خلونا نروح لفاصل ونرجع لنكون بفقرات صباحكم غير. بلد الشام وأهل الشام عنوان ترابك يا شام، بلدي بلدي بلد الشام وأهل الشام عنوان ترابك يا شام، بلدي بلدي شام المنهل سند المشعل، شام المنهل سند المشعل، عرب الماضي والمستقبل، عرب الماضي والمستقبل، شام المنهل عرب الماضي والمستقبل، عرب الماضي والمستقبل، شمس وثلجي زهري ومرجي سيف جدودي ودمع خدودي، كرمال ترابك يا شام، كرمال ترابك يا شام. شام بوابة احراب احراب ما بيتسكر فيها باب، شام بوابة كان فينا باب، شام التاريخ اللي تسجل وصدورك يا هالمستقبل، شام الدنيا شام الأول وجهك عربي ما بيتبدل، شام التاريخ اللي تسجل وصدورك يا هالمستقبل، شام الدنيا شام الأول وجهك عربي ما بيتبدل، شمس وتلجي زهري ومرجي سيف جدودي دمع خدودي، كرمال ترابك يا شام يا شام يا شام يا شام يا شام. متابعينا اكيد بصباحنا، وخلينا ننتقل ونتعرف بالتقرير التالي شو تسجل بمثل هال. اليوم 15 حزيران عبر الزمن والسنين، شهد هاليوم كتير من الأحداث اللي كانت مفصلية بالتاريخ. قراءة سريعة لذاكرة اليوم. بعام 1918 نهاية الحرب الأهلية في فنلندا. بعام 1957 المملكة المتحدة تفجر أول قنبلة هيدروجينية. ومن الشخصيات يلي شهد يوم 15 حزيران على ولادتها عام 1902 إريك أريكسون، عالم أمريكي في علم النفس التطوري. بعام 1916 هربرت سيمون، اقتصادي أمريكي حصل على جائزة نوبل بالعلوم الاقتصادية. بعام 1479 مولد صاحبة لوحة موناليزا. بعام 1946 ديميس روسوس، مغني يوناني. وبمثل هاليوم سجل تاريخ وفاة عدد من الشخصيات. بعام 1888 فريدريش الثالث قيصر ألمانيا. بعام 1934 ألفريد برناو، موسيقي فرنسي. وبأول تقاريرنا لليوم راح نروح لنحكي ضمن التقرير عن الحرفة السورية اللي هي حالة جمالية استمرت عبر التاريخ وقدرت رغم كل هذا التطور أن تواكب هذا التطور من دون ما تتخلى عن أصالتها. راح نروح ضمن التقرير لنتعرف على العم زياد الشايب، تفاصيل أكثر. ضمن ورشته الصغيرة هذه يجلس العم أبو صبحي ويمضي يومه في صناعة الثريات النحاسية، الحرفة التراثية التي ورثها عن أبيه ويعلمها لأبنائه. احنا عم نركز أكثر شيء، معظم الحرف التراثية ما بيعلموا، هلأ احنا هون مركزين أكثر شيء على التعليم، يعني احنا عنا استعداد نستقبل كل الناس اللي حابة تتعلم،
يعني اليوم الحرف هاي إذا لحنا ما حافظنا عليها وعلمنا أجيالنا الجديدة بتصير الحرف هاي كلها آلة للسقوط، مثل ما كتير حرف قديمة بدمشق يعني أساسها دمشق اندسرت هاي الحرف، ما عاد موجودة هاي الحرف. فهون الحمد لله كان التأمين إلنا كشغل أحلى. يعني هلأ لحنا مثلا في أحد الصعوبات اليوم، تعرف التصدير كتير صار صعب، ما عم نقدر نصدر، هالمنتج تبعنا غالي وما عم نقدر نصدره. فلحنا بالحاضنة قدرنا نستورد لمبات الليد أجزاء منها، والأجزاء الثانية تصنيع هون، صرنا نشتغل باللمبات. هلأ لحنا حرفتنا أحلى هي وفيها عمل شاق أو عمل لذيذ عم تشتغلي فيه. لا هلأ لحنا اللمبات كمرحلة، هلأ لحنا هاي اللمبات عم نطبقها هون وننزلها باسم الحاضنة، إنتاج الحاضنة يعني عم تكون، وننزلها على السوق ناقصة 20-25% من سعر السوق. الثريات النحاسية حرفة تصارع للحفاظ على وجودها بسبب إصرار أصحاب هذه المهنة على البقاء في ظل المنافسة وإعطاء هذه الصناعة روح معاصرة. عزيمة وإصرار حرفيو سوريا تبقى رغم الصعوبات للحفاظ على التراث الذي يشكل جزءاً مهماً ومميزاً من الهوية السورية. بأولى محطتنا لليوم رح نركز على مساحة بتخص الأطفال، فمع انتهاء العام الدراسي وبداية فصل الصيف كثير من الأهالي ببعدوا الأولاد عن الفوضى وعن يمكن يعني تقليب الوقت ويعني أخذ الموبايل كل الوقت أو التاب أو القعدة على التلفزيون، وبيوجهون إلى النوادي الصيفية. رح نشوف شو أهمية النوادي الصيفية وقديش مهم أنه نحن ندعم شخصية الأطفال بالصيف. رح نتعرف أكثر عن هيدي الفائدة مع بيان عيد اختصاصية تربوية. صباح الخير بيان. صباح الخير. أهلا وسهلا. سعد صباحك. صباح الفل يا هلا. عم نحكي عن خطوة كتير مهمة هلا حنبلش فيها نحن كأهالي، وأنه نحن نبعد شوي أولادنا عن التاب، عن الشاشات، عن التكنولوجيا، ونروح فيهم شوي لمهارات عقلية وبدنية. خلينا بداية نحكي شو أهمية النوادي الصيفية. أهم فكرة بالنوادي الصيفية أنه نحن اليوم عم ننمي عند الطفل هيك شوية مرونة، شوية استقلالية، نبعده عن الفوضى يلي هو بده يعيشها بالصيف، أنه أنا نام لوقت متأخر وأسهر كتير بالليل، ضوع وقتي على الإلكترونيات، خلينا نقول يكون الوقت عم يروح سدى. بهي الفترة يلي الطفل بيعدها، هي فترة 3 شهور، ما لها فترة قليلة أبدا، بتحسي دماغ الطفل ببلش هيك يرجع ينام ويرجع ينطفى. بس يرد يرجع الطفل على المدرسة الأهل بيتعذبوا والطفل بيتعذب، لأنه خلينا نقول الدماغ الطفل عاش هيك فترة من السبات، تغير البرنامج تمام، ما عاد بسهولة أنه يرد يرجع لنفس المرونة. بالتالي وجود الطفل بالنوادي الصيفية كل ماله بيعطيه لياقة بدنية إذا كان في شيء بدني، بيعطيه رياضة عقلية إذا كان في شيء عقلي، بيعطيه مواهب إذا كنا مدخلينه بشيء بيخص الأرت والفنون وهكذا. يعني بالتالي أهم فكرة بالنوادي الصيفية هي تنمية الاستقلالية بروح الطفل وتنمية المرونة سواء الجسدية أو العقلية. تمام. بيان، كثير من الأهالي بيقولوا أنه أنا بدي ابني يطلع أحسن مني، أنا بحب كنت أنا وصغير أتعلم أعزف على البيانو وهلأ بدي أعلم بنتي. يعني دائما نحن منحب يعني نحطهم بقصص حلمنا هو مو حلمهم، ولكن اليوم قديش مهم أنه نحن نعطي خيارات عديدة للأطفال وهن يختاروا. تمام. إن كان بالرسم، إن كان بالموسيقى، وان كان بالرياضة ايضا. تمام. بمختلف. تمام. الرياضات مثل ما ذكرتي انه احيانا الشيء اللي الاهل بيحسوا حالهم ناقص هون بزغرهم بقوم فورا بيتوجهوا، انا لانه انا مثلا ما قدرت نمي حالي بالانجليش، انا هلا عم بحط ابني مثلا بكورس انجليش وفرنسي وروسي بده ينمي لغاته. بس الفكرة مثل ما ذكرتي انه نحن ما منتوجه لرغبة الطفل ولشغف الطفل. انا اليوم مثلا مستوى كمان طبعا لا الطفل شو بيناسبه. يعني انا اليوم كثير مثلا حابة اني انا نمي رياضة ابني العقلية بفوته حساب ذهني، بس ابني ما بحب الحساب الذهني، بالتالي انا حيكون النادي الصيفي اللي انا عم حطه فيه ما عم يحقق فائدة ولا عم يحقق شغف ولا عم يحقق مرونة او رياضة.
أهم فكرة باختيار النادي الصيفي أني أنا أتوجه لرغبة الطفل وأتوجه للشيء اللي هو حابب ينمي صيفيته فيه، ينمي عقله فيه، ينمي مهاراته فيه، لأنه بالتالي هذا الشيء رح يرجع علي بالفائدة حتى بس يفوت على المدرسة، حتى بس يستقل ويصير شاب ويتفوت لأعماله ولحياته. فإذا لنفرض الطفل عندي حابب الرياضة مثلا، فهذا بالنهاية كمان رح يرجع عليه بالفائدة بالرياضة البدنية، بس هو بده يكبر لما انا بدي فوت طفل انجليش مثلا لانه هو رغبان انجليش، فالطفل بس يفوت كمان برضه على الجامعه، بس يفوت على حياته المهنيه، فهو رح يشكرني لاني انا فوتته هو شيء حابه. لنفرض انا وصلت لمرحله الطفل ما له حابب مثلا انا رغبانه شيء هو ما له رغبان شيء، بحاول اني انا سجله بمرحلتين، شيء هو بحبه شيء انا بحبه، بس مع الاقناع والمحاوله والدعم خلينا نقول والتعزيز، لحتى اقدر انا احقق انا فائده بدي اياها احققها عند الطفل وفائده بنفس الوقت هو بده اياها. تمام. لكن بيان نحن اكيد يعني موضوعنا كثير اليوم مهم لحتى نحن نركز على شو الاطفال هن يلي بيحبوا، ولكن خلينا نحكي بنقطة كتير مهمة وهي انه مثلا الالتزام بشيء، انه نحن ما بدنا نفرض عليهم للأطفال مثل ما حكينا من شوي انه بدك تتعلم بدك تمام. تتعلم، نحن بدنا نرغبهم للأطفال تمام. طيب كيف نحن فينا يعني خلي هاي النشاطات هي مكافأة وليست عقاب، انه إذا عزبتني بكرة ما في روحة على المسبح، إذا تمام. عزبتني بكرة ما في حصة الرسم، فكيف فينا هيك نحببهم فيها؟ هي ما أنا أبدا هي عقاب. تمام. هلا اول شيء مثل ما اتفقنا خلي الطفل يختار الموهبه اللي هو حابب يطور نفسه فيها. ثاني فكره اختيار المكان اللي هو حابب يلتحق فيه، طبعا بما يتناسب قدراتنا الماديه اذا كانت بتسمح لهذا الموضوع. بعد ما نبتعد عن انه نخلي موضوع الروحه على النادي هي موضوع سلاح، انه انا ببعتك ما ببعتك، بخليك تروح ما بخليك تروح، خلص يعني نعتبر النادي الصيفي مثله مثل المدرسه. كيف الطفل عم يروح على المدرسه لحتى يتعلم ولحتى يستقل ويكبر ويصير جامعي؟ الفكره بالنادي اليوم كتير كتير مهمة وكتير مطلوبة. نحن مثل ما منركز على التعليم الأكاديمي كمان كتير مهم اليوم منركز على المهارات الحياتية اللي هي رح تفيد الطفل بس يكبر. نركز على المهارات الحاسوبية، نركز على اللغات، كتير مهم نحن لما بدنا نختار هذا النادي نختاره بيكون بيركز على أكثر من فكرة، ما بيركز على فكرة واحدة. يعني لنفرض أنا مثلا بدي خلي الطفل يلتحق بنادي بمدرسة معينة، أنا ببحث عن مدرسة عم تقدم مجموعة أفكار بخلي الطفل يعني راح وراح يستفيد، هو عم يستفيد رياضة، هو عم يستفيد لغة، هو عم يستفيد حاسوب، والأهل عم يوفروا اقتصاديا بنفس الوقت. أنه خلص أنا حطيت الطفل بمكان واحد أحسن ما يكون متنقل، لما بيكون الطفل كمان عم يتنقل الصبح عنده مثلا سباحة، بعد الظهر عنده حاسوب، بالمساء عنده إنجليش، وهكذا بتحس الطفل هو ضجر وهو مل بيقول لك أنا أجيت العطلة لحتى أرتاح أنا ما ريحتوني. بالتالي لما بنبحث عن مكان واحد بيجمع بين خلينا نقول أغلب الأنشطة، لأنه مستحيل تلاقي مكان فيه كل شيء، بس أغلب الأنشطة اللي أنا حابب الطفل يستفيد منها فأنا بحاول أني أحطه فيه. تمام تمام. اليوم عم نحكي عن تشاركية بين الأطفال، اليوم كتير مهم نحن الدمج بين الأطفال وخاصة إذا كانوا من أعمار بعضهم بيقدروا يفهموا اليوم هنن شو عم يفكروا، وغير الأهالي نحن دائما يعني تفكيرنا غير فبجوز بصير شوية ضغط. خلينا نحكي عن أهمية هذا التعزيز الاجتماعي واليوم مشاركة الطفل لأطفال من عمرهم، وبهي الحالة يعني بيشغلوا وقتهم شوي، خلينا شوي ما كتير يعني رغم كل النوادي ولكن الإلكترونيات موجودة. طبعا طبعا الفكرة اللي طرحتيها كتير حلوة وهي ما يعني ما بتصير عنا بالمدارس بس بتصير بالأنشطة والنوادي الصيفية، إنه هو بيجمع ما بين أعمار مختلفة. يعني أنت مثلاً من فوت الطفل على مسبح فمعه جميع الأقران، بالتالي هذا الشيء عم يسعى إنه هو الطفل بيعتني باللي أصغر منه وبنفس الوقت عم بيتعلم الاحترام ويتعلم تبادل الحديث مع الأطفال اللي أكبر منه. شاركوا همومهم أحلامهم. تمام تمام. هواياتهم. يعني هو كان بالمدرسة خلينا نقول دائما بالدوام الشتوي هو عم يبحث عن صديق من عمره، عم يبحث عن صديق من صفه، أما هون اختلفت الأمور، هو مضطر يجاري خلينا نقول الكبير والصغير لحتى يعرف أنه هو عم يحقق فائدة بهذا النادي يلي موجود فيه. تمام. بيان كمان خلينا نحكي قديش يعني بس مو أنه نشاركه بالنادي وهو يروح ويضيع وقت، قديش مهم أنه يوصل لنتيجة، يوصل لمرحلة. تمام. يوصل لليفل محدد كمان. تمام. ينتقل لليفل أعلى وليفل أعلى. تمام.
في فكرة اليوم يعني هيك نوهتي لي عليها بسؤالك، انه كثير من الاهالي اليوم لما بتقرر انه تحط ابنها بنادي صيفي مع الاسف بتقلك انه انا يلا خلصت منه هالكم ساعة، بعدته عن الالكترونيات كم ساعة، خلصت من نقه مثلا وعفرته بالبيت وكذا. هذا الموضوع كثير موضوع غلط، وبالتالي بتلاقي الاهل بيختاروا له اي نادي خلص، انه انا المهم انه راح اربع خمس ساعات مثل ما كان يداوم بالمدرسه قضى وبعد عن البيت وبعد عن الالكترونيات. هذا الموضوع كثير خطا. انا حتى لما بدي ابحث عن النادي فانا لازم ابحث عن مكان صح، والاشخاص اللي موجودين فيه هن اشخاص مؤهلين ومهيئين للتعامل مع الطفل ولتقديم المهارات يلي ابني بده يكتسبها بس بطريقه عاليه وبطريقه صحيحه. طب قديش من مشاركه الاهل بالاحتفالات، بنروحوا مثلا على المسبح، انه هن يروحوا يشوفوا ابنه شو انجز بكل كم يوم؟ دائما انه يكونوا موجودين معه، يعني حتى لو هالخمس ساعات كانوا بعيدين عنهم بس ولكن احنا موجودين. موضوع المشاركه يعني اقل شيء انا بعرف مثلا طفلي بيروح على المسبح مثلا ثلاث مرات بالاسبوع، يكون في روح على الي شوف المستوى والانجاز اللي الطفل عم يحققه، لانه انا بعض الاطفال ما بيحكوا لاهليهم شو عم بيصير معهم بالنادي او بالمدرسه او بهكذا، بتحسي الطفل بعيد والاهل بعيدين، خلص الاهل انه عندهم صار رضا ذاتي انه مو انا حطيت لك مصاري، مو انا سجلتك بهذا النادي، فخلص انا ريحت بالي وريحت ضميري. لا، موضوع المتابعه، موضوع دعم الطفل، موضوع تشجيعه دائما انه انت مثلا برافو مثلا هلا بلشت تقطع مسافات اعلى بسباحه بوقت اقصر، انا بدي شجعك لانه تقطع اكثر تسرق اكثر بالانجليش مثلا، اذا لنفرض انا صعب كان اني انا اروح او احضر معه، فكتير حلو انه انا بالبيت دائما يصير في نوعا ما محاوره بيني وبينه، شوف المستوى اللي هو وصل له، حقق ما حقق، ما اعتمد فقط على الامتحانات يلي النوادي الصيفيه هي بتعملها او مثلا المسجات اللي هي بتبعتها انه ابنكم حقق هيك ابنكم عمل هيك، لا، اما لازم يكون دائما في حوار وتفاعل بيني وبين هذا الطفل. والشيء الاساسي مثل ما ذكرتي حضرتك انه لا، انا روح معه بالاوقات اللي انا بتسمح لي وبدون ما تضغطني، فحتى يحس الطفل انه انا اقل شيء مبسوطه لنجاحه، بعطيه دعم يعني. تمام، داعمته وماشي معه، حاسه وفرحانه بالشيء يلي هو وصل له بالانجاز اللي هو حققه. هلا دائما المراقبه مهمه حتى بالنوادي الصيفيه، حكينا عن الاهميه وعن اهم شيء ممكن نحن نقدم لطفلنا. خلينا نروح ننتقل للكوادر الموجوده ضمن النوادي اليوم لحتى ابني ياخذ المستوى اللي انا حاببته او الشيء اللي هو حابب انه يكتسبه من ضمن هاي النوادي. مفروض الكادر يكون مؤهل ويكون يعرف يتعامل مع هذا الطفل اجتماعيا قبل مهنيا. تمام، هي اهم فكره انه اني خلينا نقول لحتى يرتاح بالك تكوني عارفانه ابنك وين حاططي. اهم لسه من المهاره اللي هو الطفل بيكتسبها، هو بده يكتسب اليوم بالنادي ما في انضباط مثل انضباط المدرسه، يعني هو عم يحتك بالمدرب اللي عم يدربه بطريق يعني باحتكاك اعلى وبوقت اعلى، بالتالي انا كثير مهم اعرف انه المدرب او المدربه اللي موجودين مع طفلي هل هن عن جد مؤهلين للتعامل مع هذا الطفل. كيف بيتم اختيارهم بيان؟ اول شيء هنا يفترض يكونوا اشخاص خلينا نقول جامعيين. تمام، اذا لنفرض نحن كنا عم نعلم شيء اكاديمي، اذا كنا عم نعلم مهاره من المهارات فهنا يفترض عن جد يكونوا مختصين. بالاضافه لهي نقطه كثير بتفتقدها كثير من النوادي، انه هنا يفتقروا مهارات التعامل والتواصل مع الاطفال. يعني بتلاقي هن بوادي والطفل بوادي، هن شطورين مثلا، انا جبت اليوم حدا كثير شاطر انه هو يعلم الطفل السباحه، شطور بسباحه بس ماله شاطر بالتواصل والتفاعل مع الاطفال اجتماعيا. تمام، انا كيف كأم بدي اتاكد من هذا الموضوع؟ مجرد انت فوتك على هذا المركز او على هذا النادي او ايا يكن، بلشتي انت تعرفتي على الكادر الاداري، يفترض انه الاهل كمان لازم يشوفوا المدرب او الشخص المسؤول او يلي بده يتواصل مع هذا الطفل. مجرد ما انت حسيتي هذا الطفل الشخص هو شخص عن جد وديع، هو شخص لطيف، هو شخص خلينا نقول نزل لمستوى الطفل، حكاه، رحب فيه، حاوره، فعرفي نوعا ما انه انت حاطه طفلك بين ايدي امينه. بالاضافه لبرجع بركز على فكره انه نحن كثير مهم نرجع دائما خلينا نقول ناخذ من الطفل هيك فيدباك سريع للشيء اللي صار معه اليوم، في شيء حبيته انت اليوم بالنادي، في شيء ما حبيته. تمام، نركز على هي الفكره لانه كثير من الاطفال بتخاف تحكي، بتقلك انه ما بدي المدرب او الكوتش يزعل مني، يزعلوا مني. تمام، ما بدي مثلا ماما تبطل تبعتني، بجوز هو حابب حدا معين بس ما له حابب حدا معين، بالتالي نحن لازم نعطي الطفل الشعور بالاريحيه لانه هو يحكي لنا كل شيء عم يصير معه، ندعمه ونشجعه بدون توبيخ لحتى يقدر يرد يرجع يخبرنا بكل الشغلات اللي عم بتصير. بدي احكي على فكره اذا بتسمحوا لي كثير مهمه كمان، انه خلينا نقول نحن مرينا بظروف ما قدرنا نحط ابننا فيها بنوادي، وابننا كان قاعد بالبيت.
احد هالظروف قد تكون ظروف ماديه اقتصاديا مثلاً. تمام طبيعي يعني طبيعي. ما حدا مرتاح هلا الوضع كثير ضيق على كل الناس تمام طبيعي والنوادي كمان اسعارها نوعا ما غاليه جداً. وبالتالي انا كثير مهم انه انا اعرف انه انا عبي واستثمر وقت ابني بالبيت بس بيان بالمقابل في كثير يمكن انشطه هي بمبالغ رمزيه واحيانا طبعاً. ممكن نلاقي انشطه هي طبعاً. او دعم نفسي للاطفال هي تكون مجانيه الجمعيات والنوادي ما عم بتاثر بطرح حتى هذا في شيء تابع لوزاره التربيه اليوم ضمن النوادي الصيفيه طبعاً. دعم يعني طبعاً. التربيه دعمي بشكل مباشر كرمال موضوع الاسعار طبعاً. ولكن نحن اليوم اذا ما فينا نروح اذا ما قدرنا اذا لنفرض انا ما بقدر كل يوم روح ووصل ابني وكذا كثير نحن مهم نضبط هذا الموضوع بالبيت اليوم الالكترونيات متاحه خلينا نقول ابسط ما يمكن الجوالات متاحه بكل منزل كثير حلو انه انا استفيد منها بدل ما استفيد منها سلبا استفيد منها ايجابا نحن اليوم كثير في تطبيقات بتعلم اللغه الانجليزيه للطفل كثير في تطبيقات بتعلم الحساب الذهني في تطبيقات خلينا نقول بتنمي مثلا هي في العاب بس هي الالعاب بتنمي ذاكره الطفل كثير حلو انه انا اخلي الطفل يشتغل عليها بس كيف بمتابعتي وبمراقبتي يعني لنفرض انا ابني حابب شيء معين على اليوتيوب انا بوجهه لانه يتابع شيء انا كمان حاببته على اليوتيوب وهو بفيد مهارته مثلا خلي هذا الشيء مرفق كاني انا حاطه الطفل بمدرسه اونلاين ابني عم يتفرج وعم يتابع بس نفس الوقت لازم يكون في بايده مثلا ورقه وقلم الشيء اللي انت هلا سمعته انت تمام سيفه اكتبه وثقه يعني قيدوا العلم بالكتابه كثير حلو انه انا خليت الطفل مثلا يلعب لعبه خلينا نقول لعبه بازل فيها تركيب احرف فيها كذا انا خلي الطفل مو بس عم يلعب بصريا هلا مثلا الكلمه اللي انت ركبتها بهي البازل احكي لي اياها حاول تهجيها حاول تقراها على الاخص مثلا الاطفال اللي اليوم خلصوا من مرحله الروضه وفايتين على المرحله الابتدائيه هدول الاطفال اذا قعدوا بالبيت هالثلاث اربع شهور فلبين ما يردوا يفوتوا على المدرسه بتحسي نسي الاحرف نسي القراءه بدك تردي ترجعي تشتغلي عليه من اول وجديد فكثير مهم انه نحن اليوم نحاول قدر الامكان هي المرحله بالبيت انه نحن نستفيد منها طيب ونعززها. كمان خلينا نركز على انه ما فينا نحط اطفالنا بالنوادي ولكن قديش اليوم الطفل بيتمنى يخلص مدرسته لحتى يروح عند التيتا ان كانت باي ريف او ان كانت باي بغير مدينه او حتى بنفس المدينه تمام. كمان هي التواصل أكيد. بين الاسره أكيد. زيارات انه مثلا أكيد. الطفل يروح لحاله عند التيتا هيك يعني مكافئته انه يقعد 10 ايام عندها بالصيفيه قديش حلوه قد بتعزز له ثقته بحاله تغيير شكل حلو. كمان على فكره كثير حلوه يمكن لانه بتحسي نوعا ما التيتات شوي عندهم استيعاب للاطفال اكثر من الماميات عندهم هدوء عندهم شوق لمرحله الطفوله اكثر من المرحله هلا اكثر من الامهات تمام بالعكس قعدته بهالفتره الزياره عن تيتا فهي كثير مهمه لانه هو بتلاقيهم قد يعملوا مثلا كيك مع بعض يشاركها بالاعمال المنزليه مع بعض اذا كان في البيت لنفرض حديقه او بلكون او شيء فهن بيتعلم الاعتناء بالورود بالزرايع بهيك قصص فهذا الموضوع كثير مهم بالاضافه لانه هو بينمي استقلاليه الطفل انه انا مو دائما مع ماما مع ماما مع ماما انا خلص كبرت لحالي قدران اعتمد على حالي انه انا هو صحيح. بتلاقي الاولاد هنا بيقولوا انا ما حعذب تيتا انا ما حلبك تيتا فيني فخلص انا لحالي في عم يبكي بده يرجع لعند امه لا هذا الجيل ما بده امه طيب بيان عم نقول عم نحكي عن فكره النوادي الصيفيه نحن عندنا فئه من الاطفال اليوم عندهم مشاكل اجتماعيه خلينا نقول او حالات اجتماعيه اليوم حيكون لهم او لهم هنن مكان ضمن النوادي والكادر الموجود مختص بالاطفال اللي كان عندهم متلازمه داون او عندهم مشاكل دماغيه تمام هلا هذا الموضوع كثير حلو جزء كثير كبير اليوم من النوادي عم يعمل حالات دمج فهذا الموضوع كثير مهم بس الاهم فيه انه يكون في الاخصائيين اللي موجودين انه هن يكونوا قادرين يستوعبوا هدول الاطفال وقادرين يدمجوهم ما بين الاطفال الطبيعيين طبعا ضمن وقت مدروس لانه اذا انت بدك تحطيهم بكامل الوقت مع الاطفال الطبيعيين فقد هذا الشيء ينعكس سلبا بدل ما تكون القعده ايجابيه فهي نوعا ما حتاخذ شيء من السلبيه كثير حلو نحن يكون هذا الموضوع مفعل كثير وايجابي كثير بس ضمن وقت مدروس خلينا نقول نحاول الاطفال الطبيعيين نشجعهم على تقبل الحالات الخاصه لحتى نحن نوعا ما نقضي على شيء اسمه تنمر لهدول الحالات نحاول بوقت غيابهم بوقت غياب الحالات الخاصة نجاوب الأطفال الطبيعيين عن المشاكل اللي هنا بيجوا بيسألوك إنه ليش هذا الولد ما عم يحكي ليش نطقه ماله سليم نحاول نشرح له نحاول نتقرب منه تعميم
تمام، نعلمه كيف يتعامل مع هذا الطفل، مهارات التعامل ومهارات التقبل لهدول الأطفال موضوع كتير مهم، وهو موضوع خلينا نقول يطول شرحه، لحتى كتير مهم نحن نقضي على فكرة التنمر لهي الحالة. تماما، ودمج الأطفال يمكن أمراض التوحد أو ذوي الاحتياجات بالمجتمع، يعني أنت مع أنه هنين يندمجوا أكيد مع الأشخاص الأسوياء؟ مو بس أنا، أي أخصائي اليوم هن مع أول شيء هذا الموضوع مفيد يعني بتقولي بصيروا كتير عدوانيين الأطفال الأسوياء إذا اندمجوا مع لا 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 أبدا ما بيحقق عدوانية، بالعكس هو بيحقق توازن. تكافؤ وتوازن بالمجتمع، لأنه في حالات نكذب ونقول أنه ما في حالات، في حالات كتير كتير مهم أنه أنا اليوم ادمجهم لحتى هدول الحالات تأخذ حقك إنسان طبيعي عم يعيش بالمجتمع. أما والأطفال الطبيعيين أنه هن يحاولوا يتقبلوا ويحاولوا يحتضنوا ويحاولوا يستوعبوا كيف طريقة التعامل الصحيحة مع هدول الحالات، ونقضي قدر الإمكان على موضوع التنمر على هدول الحالات. طيب بيان اليوم هيك من خلال وجودك ضمن هاي الأجواء والنوادي الصيفية، شو حسيتي اليوم الطفل عم ينجح بأي اتجاه، إن كان سباحة إن كان عزف رياضة، حتى ذوي الاحتياجات الخاصة أو اللي عندهم حالات خاصة عندهم إبداع، يعني هن أطفال عندهم حالي من التميز والإبداع، يعني أكيد. الله يعني سحير بالعالمين خلقهم بهي الهيئة ولكن ميزهم طبعاً. شفنا نحن عم نشوف على السوشيال ميديا متلازمة الطفل الموهوب طبعاً. يعني كتير مفروض نضوي على هاي القصة، شو حسيتيهم اليوم نجحوا بأكتر شيء؟ هلأ كل طفل من هدول الحالات يتميز بشيء معين، يعني في طفل من الأطفال اللي أنا مسؤولة عنهم موضوع الذاكرة عنده موضوع قوي جداً جداً جداً، أنت من خلال الذاكرة لما أنت بتقوي له ألعاب الذاكرة وأنشطة الذاكرة فتأكدي تماما أنه هذا الشيء رح ينعكس على تعليمه الأكاديمي لما أنت بدك تعلميه أكاديميا تمام. فهو قادر أي حرف وأي كلمة وأي رقم وأي شيء أنت حتعطيه ما أنه ذاكرته قوية معنا بالأنشطة التفاعلية فهو قادر يخزن معك هذا الموضوع، بالإضافة لأنه أنا مثلا عندي طفل لياقته البدنية عالية جدا جدا وطاقته عالية جدا، وبالتالي أنا عم حاول فرط الحركة اللي هو موجود عنده أني أنا استغله قدر الإمكان بالأنشطة البدنية اليوم والرياضية، سواء كان سباحة سواء كان كرة قدم سواء كان كرة سلة، هو كتير بيحب هذا الموضوع. فكتير نحن مهم نساعد الأهل بالتوجه الصح، قد أنا ما مثل ما ذكرت سابقا ما لقيهم مجتمعين بمكان واحد، بس أنا مثلا مسؤولة عن تنمية الطفل بهذا الجانب، وجه الأهل انه انتم توجهوا سجلوا الطفل نادي صيفي، سجلوا الطفل رياضه خلينا نقول كره سله، بما انه ابنكم كثير بيحبها وكثير عم يكرر هالعباره قدامي، فانا وجه الطفل انه هو او اهلي انه هو يسجلوه بهذا المكان لحتى يقدر خلينا نقول انا حققت له شيء معين وهو حقق شيء معين. يعني بدنا نتمنى دائما التوازن النفسي للاهل وللاطفال كمان، وبدنا نتمنى لهم عطله صيفيه ممتعه وكلها هيك فرح. شكرا كثير لك بيان عيد الأخصائية التربوية، أهلا وسهلا فيك، شكراً لكم، يسعد صباحك، وشكراً كثير للمعلومات الحلوة اليوم. اليوم نتمنى من النوادي الصيفية أن تكون هيك الأسعار تناسب الوضع الاجتماعي اللي عم نعيشه والاقتصادي أكيد. شكراً بيان، شكراً لكم. أما هلا مشاهدينا فصار الوقت لننتقل إلى غرفة الأخبار للاطلاع على أهم المستجدات اللي عم تشهدها الساحة السياسية مع زميلتنا ماتيلدا كربوج. صباح الخير يا ماتيلدا. صباح الخير ليا ورشا وضيوفكم الكرام. مشاهدينا موجز لآخر الأخبار ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم. عقدت في العاصمة الكازاخية صباح اليوم جلسة مباحثات رسمية بين وفدي الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين، ووفد روسيا الاتحادية برئاسة ألكسندر لافرينتيف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا. وتم خلال المباحثات استعراض تطورات الأوضاع في سوريا من مختلف جوانبها، وبشكل خاص التهديدات التي يطلقها النظام التركي بشن عدوان على الأراضي السورية. وفي هذا الصدد أكد لافرينتيف حرص روسيا التام على حرمة وسلامة الأراضي السورية وضرورة تجنب أي أعمال تنتهك السياسة السورية وتؤدي لتصعيد الأوضاع، وأن روسيا ستستمر في بذل الجهود للحيلولة دون تعقيد الأوضاع في سوريا. من جانبه أكد سوسان رفض سوريا المطلق للذرائع التي يسوقها النظام التركي للعدوان على سوريا تحقيقا لأطماعه التوسعية مجددا تصميم السوريين الدفاع عن أرضهم ومقاومة كافة الاحتلالات.
وفي إجازة صحفي في العاصمة الكازاخية قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي لسوريا ألكسندر لافرينتيف إن الوضع في سوريا لا يزال يشكل أولوية بالنسبة لروسيا رغم العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وستواصل موسكو تقديم المساعدة للجانب السوري. وأشار لافرينتيف إلى أن روسيا تعتبر العملية العسكرية المحتملة لتركيا في شمال سوريا خطوة غير عقلانية يمكن أن تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع وتصعيد التوتر وجولة جديدة من المواجهات المسلحة. وبحسب لافرينتيف فإن روسيا في محادثات نور سلطان ستحدث الأتراك على الامتناع عن هذه الخطوة وحل المخاوف التي أثيرت من خلال الحوار بين الطرفين. وقال لافرينتيف بخصوص الضربات الإسرائيلية: سننظر في الوضع القصف الإسرائيلي المتزايد على الأراضي السورية ونعتقد أنه لا بد من التركيز على ذلك وهذا غير مقبول. وشدد على أن الولايات المتحدة بذريعة محاربة تنظيم داعش الإرهابي تواصل أنشطتها العدوانية في سوريا ونهب ثرواتها. ولفت لافرينتيف إلى أن الوقت قد حان لجميع المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي والتي تمر بشكل قانوني عبر أراضي سوريا أن تمر عبر دمشق، مضيفا أن الغرب لم يفي بالتزاماته بتنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر التي وعد بها قبل عام. كثيرون الآن ربما سمعتم يقولون إنه فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة ضعف اهتمام روسيا بسوريا، يريد عدد من الدول الأوروبية أن ترى تطور الوضع في سوريا وفقا لأنماطها. لا يوجد أي صفقة بين روسيا وتركيا حول أوكرانيا وسوريا، نحن لا نتخلى عن حلفائنا في المنطقة. أريد أن أقول إن الوضع في سوريا والتسوية ما زالت في أولويات السياسة الخارجية الروسية. كما التقى في نور سلطان وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان مع وفد الأمم المتحدة برئاسة كبير موظفي مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا روبرت دانا، حيث أكد سوسان رفض سوريا للصمت الأممي حيال العملية العسكرية التي يروج لها النظام التركي. ومعنا من العاصمة الكازاخية نور سلطان موفد الإخبارية السورية إلى هناك محمد جربوع. صباح الخير محمد. تحية لك ماتيلدا ولمشاهدي الإخبارية السورية. هل لك محمد أن تضعنا في صورة الاجتماعات الجارية وآخر التفاصيل لديك؟ نعم حقيقة سوف أبدأ من البداية. نحن الآن في العاصمة الكازاخية نور سلطان حيث بدأت الجولة 18 من مباحثات أستانا والتي يشارك بها وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين، وأيضا بوجود الوفد روسيا الاتحادية برئاسة السيد ألكسندر لافرينتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، وأيضا تشارك هناك بعض المشاركات من وفود تركيا وإيران كدول ضامنة، وأيضا هناك مشاركات للبنان والأردن والعراق كدول مراقبة، وأيضا هناك أيضا وفد الأمم المتحدة بصفة مراقب. انطلقت الجولة 18 اليوم بمؤتمر صحفي للسيد ألكسندر لافرينتييف والتي أكد بها على أن الوضع في سوريا لا يزال من أولويات روسيا رغم العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهو تطرق لهذا الموضوع بسبب أن الإعلام الغربي يثير أن روسيا تتخاذل في الشأن السوري وأن هذا الشأن أو الملف السوري لم يعد من أولويات روسيا. أيضا أشار السيد ألكسندر لافرينتييف أن روسيا تعتبر العملية العسكرية الجديدة المحتملة لتركيا أنها خطوة غير عقلانية وستؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة، مؤكدا أيضا أنه لا صفقة بين روسيا وتركيا حول سوريا وأوكرانيا، مؤكدا وأنا هنا أقتبس بأن روسيا لا تتخلى عن حلفائها. وأيضا عرج إلى هذه النقطة بسبب أن الإعلام الغربي يقول بأن روسيا سوف تعقد صفقة مع تركيا للتخلي عن سوريا مقابل أن يكون هناك تسهيلات أو دعم للموقف الروسي حيال الدخول فنلندا والسويد إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف السيد ألكسندر لافرانتيف بالنسبة للجنة الدستورية أن روسيا ترى من الضروري أن يتم اختيار مكان آخر لعقد اللجنة الدستورية واستكمال أعمال اللجنة الدستورية، وذلك بسبب أن جنيف لم تعد فقدت وضعية الحياد التي كانت تتمتع بها بشكل سابق. وبعد المؤتمر الصحفي تماما كان هناك لقاء لوفد الجمهورية العربية السورية ووفد روسيا الاتحادية، حيث جرت مباحثات بين الوفدين وتم استعراض آخر التطورات في سوريا في مختلف جوانبها وبشكل خاص التي يطلقها التهديدات التي يطلقها النظام التركي بشن عدوان على الأراضي السورية. وفي هذا نعم محمد تفضل. أكدت سلامة الأراضي السورية وضرورة تجنب أي أعمال من شأنها انتهاك للسيادة السورية وتصعيد الأوضاع في المنطقة، وأن روسيا ستستمر ببذل كافة الجهود للحيلولة دون تعقيد الأوضاع في روسيا. ونرى عن رفض، وأيضا من جانبه أكد الدكتور أيمن سلطان معاوي وزير الخارجية والمغتربين رفض سوريا المطلق للذرائع التي يسوقها النظام التركي للعدوان على سوريا وتحقيق أطماعه التوسعية مجددا، تصميم السوريين على الدفاع عن أرضهم ومقاومة كافة الاحتلالات والتمسك بوحدة وسيادة واستقلال أراضي الجمهورية العربية السورية. وأضاف أيضا الدكتور أيمن سوسان أن التهديدات العدوانية للنظام التركي تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي وتتناقض مع تفاهمات ومخرجات مسار أستانا، وتشكل تهديدا جديا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، وتنسف كل التفاهمات التي تم التوصل إليها بشكل مسبق. كما تطرق أيضا هذا الاجتماع إلى نقاط أخرى أهمها الجهود المشتركة لعودة اللاجئين واللجنة الدستورية وإيصال المساعدات الإنسانية، حيث كانت وجهات النظر متوافقة ومؤكدة على ضرورة استمرار التنسيق المشترك أثناء كافة القضايا. الآن أو منذ قليل انتهى الاجتماع بين وفد الجمهورية العربية السورية ووفد الأمم المتحدة، والذي أكد خلالها الدكتور أيمن سلطان على رفض سوريا الصمت الذي تقع به أو الصمت الذي تستمر به الأمم المتحدة أداء العملية العسكرية المحتملة من قبل نظام أردوغان. نعم. هذه نشاطات الوفد الجمهورية العربية السورية انتهت اليوم بعد اجتماع مع الوفد الروسي والوفد الأممي، وغدا سوف يكون هناك اجتماع أيضا لوفد الجمهورية العربية السورية مع وفد إيران الإسلامية، وأيضا سوف يليه البيان الختامي ليتم عرض النقاط التي تم الاتفاق عليها بين جميع الوفد. نعم أشكرك موفد الإخبارية السورية محمد جربوع إلى العاصمة الكازاخية نور سلطان وللتفاصيل وآخر التطورات التي وضعتنا فيها. شكرا محمد. مشاهدينا الموجز انتهى، والآن نعود إلى استديو صباح نغير وزميلات ليا ورشا. إليك ليا. شكرا كثير لك يا ماتيلدا، واكيد بدي ارجع جدد التحيه لكل مشاهدينا اللي انضموا لصباحنا غير لليوم، ووصلنا الى محطتنا التاليه رشا. رح نضل ليا بعالم الطفوله، هذا العالم الواسع اللي بيحمل بحر من المعارف وبحر من القوى البدنيه والنشاطيه مثل ما كنا عم نحكي بالفقره السابقه. رح نحكي اليوم عن موضوع السمنه عند الاطفال. كثير بنشوف بحياتنا اليوميه وبالواقع اطفال هيك بنقول عنهم بالعاميه عجايج، بنبسط بهذا الطفل وبنلاعبه وهيك بنقول عنه كربوج، ولكن بيوم من الايام هذا الطفل بصير تنمر عليه ان كان من رفقاته بالمدرسه ان كان من ابناء الحاره نفسها، فبصير الموضوع راح للجانب النفسي. اليوم تفاصيل حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم استشاريه التغذيه اريج درويش. يسعد لي صباحك. صباح الخير. صباح الخير أريج. صباح الخير. والله 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 مالك قلب تحرميهم للولاد انه ياكلوا، مالك قلب انك انت يعني ما تعمليهم سندويشات طيبين، ما تدلليهم بالشوكولا، خاصه هلا بالصيف يعني
مرتب انه شو طفل وشو سمنه وشو انه نروح على ريجيمات اكيد نحن اول شيء بدنا ننتبه مع الطفل انه ما في حرمان، يعني هي اول فقره بدنا نحطها للامهات وللكل انه ممنوع الحرمان عند الطفل، لانه الكبير اذا حرمتيه حيصير يرغب بكل شيء، فكيف الطفل اذا كان صغير وعم بيشوف رفقاته او عم بيشوف اي حدا عم ياكل هي الاشياء؟ هلا نحن ما لنا ضد انه نحن ناكل من كل شيء، اكيد بده ياكل من كل شيء ويجرب كل شيء، بس نحن بدنا نعرف قديش الكميات المسموحه لهذا الطفل وكيف نحن نقدر نفهمه انه هذا الشيء ممكن يضرك اذا انت كترت منه. يعني نحن للاسف انه بمجتمعنا نحن بنكافئ الطفل بالاشياء السيئه، يعني لما بدنا نحن نقول للطفل مثلا كل هي السندويشه او خلص وجبتك بتاخذ شوكولا او بتاخذ كيس الشيبس، نحن لما عم نزرع هاي الفكره براسه من عمر صغير عم نفهمه انه الشيبس او الشوكولا هو المكافأة تماما، فهو لما بيكبر حيصير هو بيتجه لهي القصص اكثر بشكل تلقائي، فنحن عم نعلمه على الاشياء الغلط من هو صغير. فنحن بدنا نحاول طب من لما ببلش الطفل بيوعى ومندخل له الاكل نبلش نحن نتعامل معه شوي شوي. والشغله الثانيه انه اطفالنا مراه لنا، فنحن لما بدنا نشوف ابننا او ابونا عم بضلوا ياكلوا فاست فود، عم بضلوا يشربوا كولا، يعني ممكن نحن بنجيب احيانا الكولا او المشروبات الغازيه على البيت، هي بس للكبار ما بممنوع الصغار يشربوا منها، فهو حيصير يرغب بزياده. فنحن يعني هي الكلمات هي اللي بتخلي الطفل انه يتعلق بهي الاشياء المضره اكثر. او بس تكبر بدك تشرب كولا، اوف شو بشع، يعني انا قاعد استنى لاكبر لا اشرب كولا. تماما. طيب أريج عم نحكي عن موضوع السمنة عند الأطفال. اليوم في أطفال بعمر صغير بيكونوا عجعيج، بيكبروا بيروح هذا السمنة طول، بيمت معه طول وبيرجع للوزن والجسم الطبيعي، ولكن في مؤشرات اليوم أنا بتخليني أعرف إذا طفلي عن جد عم بيعاني من سمنة. في هرمون أحيانا بيكون موضوع هرموني عند الجسم أحيانا وراثي، وأحيانا مثل ما قلنا نظام التغذية بيكون كتير عالي وكتير سيء. تمام. اليوم أنا كيف بدي أعرف إذا طفلي عنده مؤشرات سمنة لبعدين أو ممكن تروح طول بالطول؟ قالوا لي يعني كل الأجداد والأمهات إنه هذا كله حيمد طول. تمام. ولكن في بعض الحالات لا للأسف يعني. أكيد. هلا نحن اول شيء بدايه نعرف شو هي السمنه بشكل عام. السمنه هي زياده او اضطراب بيؤدي لزياده كتله الدهون بالجسم عند الاطفال. طبعا نحن كل ما كان الطفل بعمر صغير، نحن نبلش من فتره الارضاع، لما نحن الام بتعتمد على الارضاع الصناعي بعمر صغير وبتترك الارضاع الطبيعي اللي نحن دائما بنشجع عليه، فنحن عم نزيد عدد الخلايا الدهنيه عند الاطفال بعمر صغير. فهي اول خطوه، يعني تخيل الطفل من لما ببلش بفتره الحليب والارضاع، طول ما نحن طولنا فتره الارضاع من الام كان افضل للطفل. نحن بنقول عن الطفل انه بدين خلينا نقول مؤشرات او مقاسات معينه نحن بناخذها. طبعا نحن لحتى نعتبر الطفل بدين بدنا نحن ناخذ شغلتين كثير مهمين، ما بنعتمد بس على وزنه او على طوله او على عمره، بدنا نعتمد على الثلاثه سوا. يعني نحن بدنا نشوف عمر الطفل وطوله بالنسبه لوزنه. في اطفال نحن ممكن يكونوا بعمر صغير واطول من اعمارهم، فنحن هون وزنهم اكيد بيختلف، فما في نحن ما في عندنا رقم معين مثلا لهذا الطفل بهذا العمر لازم يكون هيك وزنك بالضبط، لا نحن في عندنا رانج معين بنمشي عليه، بس هذا الرانج بيعتمد على المخططات النموية اللي نحن مننزلها. فنحن بناخذ طول الطفل وعمر الطفل بعدين مننزل الوزن عليه. إذا أعطيتينا مثال اليوم أنت مثلا إذا في عنا وزن وطول وعمر. تمام. هلأ الأطفال مثلا بعمر 8 سنين المفروض، هلأ كتير بصراحة عم يجي على العيادة عم بيكون وزنهم بين 40 لل 45، تخيل 8 سنين أو 9 سنين 40 لل 45 هذا وزن كتير كبير بالنسبة لإلهم. هو الوزن الطبيعي بهذا العمر يكون تقريبا بين 25 لل 28، فشوفي عنا 20 كيلو نحن زيادة، وكل ما كان الطفل هو صغير عنده زيادة وزن أو بدانة بيصير أصعب بالمراهقة أنه ينزل من وزنه، لأنه مثل ما قلنا أنه بيزداد عدد الخلايا الدهنية، فنحن حيصير في عنا المهمة الأصعب. هلأ أسباب السمنة كتير كتيرة. أول شيء نحن في عنا ممكن تكون الأسباب هرمونية مثل خربطة الغدة الدرقية، لهيك نحن لازم نتابع الطفل بشكل كتير صح لنشوف إذا أكله مثلا أكله ما بيتناسب مع وزنه أو كمية الأكل اللي عم يأكله ما لازم يكون بهذا الوزن، فنحن لازم فورا نتجه للتحاليل الخاصة عن طبيب الأطفال أكيد لحتى يحدد إذا في عنده مشاكل هرمونية أو ما عنده. الشيء الثاني هي العوامل الوراثيه، في حال كان في عندنا نحن سمنه بين الاب والام او عائله الاب او عائله الام فكمان ممكن الطفل معرض اكثر للاصابه. والاهم والاكثر موجود اكثر شيء هو اللايف ستايل او الحياه. هلا نحن عم نشوف الاطفال باعمار صغيره اكثر شيء عم بيعانوا من قله النشاط البدني، ما بقى في اطفال عم تلعب، ما بقى عم بيطلع يلعب بالشارع، ما بقى عم يلعب مع رفقاته، دائما لابتوب دائما على الايباد، فهذا الشيء نحن بدنا نشتغل عليه مع الطفل. ما في حرق تماما، يعني حتى لو هو عم ياكل كميات اكل قليله او عم ياكل اكل صحي فهو ما عنده نشاط بدني. لما هذا الطفل ما عنده نشاط بدني فهو لا عم يحرق ولا عم بينمي كتله عضليه لقدام لحتى تفيده. فنحن ممكن نلاقيهم اغلب الاطفال بهذا العمر او اغلب
الدراسات الموجودة حاليا أنه الطفل عم بيكونوا قصار القامة وبدينين. تمام. نحن ما عنا كتلة عضلية ما عم ينبنى، فنحن لازم نشجع على النشاط البدني كتير صح، وبرجع بركز على دور الأهل بهذا الشيء. نحن ما لازم نعلم طفلنا دائما على الآيباد، نحاول ما نحرمه، أكيد ما نحرمه، بس نحاول نحن نلاقي طريقة. يعني نحن مع الأطفال بدنا نتعامل على النفسية، نشتغل على نفسيتهم أكثر ما نشتغل ممنوع ومسموح صح وغلط. هذا الشيء ما بيمشي مع الأطفال هذا بصراحة. الجيل يعني إذا بدك شيء من السوبر ماركت بدك ساعة تترجي تماماً ليقوم ليقوم بالضبط. أريج خلينا هيك نحكي بنقطة كتير مهمة عند البنات اليوم. البلوغ عم يصير على بكير كتير نتيجة الهرمونات، نتيجة الفاست فود، نتيجة اللايف ستايل الغلط يلي حضرتك ذكرتيها. يعني عم نلاقي رابع خامس سادس عم يوقف النمو أو بيصير بطيء تماماً. ممكن يصير في سمنة، ممكن يصير في حتى كياس وقصص عم نسمع عند عمر صغير كثير. تمام. خلينا نحكي عند البنات بالذات. يعني في هيك يعني حالات في لها حلول، حالات البدانه نتيجه البلوغ البكير عم اكيد هلا في الصراحه كثير منتشره هي الحالات كتير. يعني عم تكون موجوده بشكل بدانه وبشكل حبوب على الوش عم بتكون باعمار صغيره. يعني احنا كنا هاي الحالات نشوفها باعمار فوق العشرين، هلا لا عم بصراحه عم بتكون بين 13 لل 14 عم بتكون موجوده هي الحالات. فنحن بهي الحالات هون صار الطفل اوعى شوي، فنحن ممكن نحن نقدر نحكي معه. وفي شغله كثير مهمه انه الطفل دائما بيقبل من شخص خارج عائلته، يعني غير امه وابوه اكثر من امه وابوه. يعني ممكن لما بتاخذيه انت لعند اخصائي تغذيه بيحكي معه بطريقه يقدر يتواصل معه بشكل صحيح، يفهم نفسيته بشكل صحيح، ممكن يسمع منك وينفذ كل شيء بدك تقولي له اياه، بينما ممكن نفس الحديث تقول له اياه امه او ابوه ما يتقبله. فنحن دائما بنركز على دور اخصائي التغذيه بهي المواضيع بالمشاركه مع الاطباء النسائيه، لانه اذا عالج نسائيه بدون ما يكون في انتباه لطبيعه الاكل حيكون العلاج اطول وبياخذ فتره اطول. فنحن بهي الحالات اللي بيكون ممكن يكون في عندها اكياس بدنا نخفف شوي من المنتجات اللي بتحتوي على الحليب. طبعا كمان نحن انواع الحليب كثير موجوده، بدنا نحاول ننتقي الشيء الصحيح والمناسب لكل شخص. لازم صح. هلا انا دائما مع قليل الدسم. يعني هلا خالي الدسم انا ماني معه بصراحه. يعني هي الزيرو ولا لا ما بيكون فيه؟ هلا احنا في عندنا خالي قليل ومتوسط ومرتفع، بس الزيرو هو ما بيعطي ولا مفعول. ماني معه نهائيا. يعني الخالي الدسم اول شيء اذا طعمته ما انا مستساغة نهائيا، فنحن ممكن نضيف له سكر لحتى نقبله، فنحن عم نروح كل الفوائد الموجوده فيه تماما. بالاضافه لانه احنا في عندنا فيتامينات بالجسم بدها دهون لحتى تنحل. يعني نحن الفيتامين A و D اللي هلا كثير فيه نقص، و A و K هدول اذا ما كان في دهون بجسمنا فنحن ما رح نقدر نمتصهم بشكل صحيح. فكتير ضروري انه نحن ناخذ الحليب قليل الدسم مو خالي الدسم لحتى نقدر نستفيد منه بشكل صحيح. العصائر او الفواكه كمان نحن دائما بنشجع عليها، بس في عندنا فكره كثير مهمه بالنسبه للعصير. العصير نحن دائما ناخده المعلب، يعني قليل لحتى ناخده العصير الفريش اللي بنعصره دائما. العصير المعلب بيحتوي على كميات سكر عاليه جدا وملونات، فنحن نحاول اما نبدله بعصير فريش طبيعي او نقلل الكميه اللي عم ناخده منه في حال ما كان متوافر العصير الفريش. حتى العصير الفريش لما نحن بنعصره بيبقى اكثر من ساعتين ما بنشربه، فنحن عم نخسر كميات فيتامينات كثير عاليه. يعني شوفي شغلات نحن بسيطه ممكن نعملها نفكر انه عم نعمل اشياء صحيه هي تكون نحن عم نخسر كل الفوائد الموجوده. فنحن بدنا نبعد عن مشتقات الحليب بهي الحاله، بدنا نحاول نخفف شوي من النشويات، هو نقطه نخفف ونعتمد على البروتينات بكميه كثير عاليه. تمام. طب أريج في نقطتين دائما او صرنا نشوفهم كثير، انه الطفل هلا وقت اللي بده ياكل حتى لو ساندويش صغير بيفتح موبايله بيتابع شيء، فبيجوز تخلص معه الساندويشه تنتين هو مانو باللاوعي، يعني مزبوط. قاعد عم ياكل بهي الطريقه وهي الكميه. وبنشوف طفل بياكل كميه كثير كبيره ولكن هو جسمه كثير نحيف، بنقول بالعاميه انه عظمه رفيع او يمكن هي علميا انه معدل الحرق بيكون كثير عالي تماماً. عنده. خلينا نحكي اليوم وقت الاهالي بيروحوا لعندكم على المركز وبيكون في حاله علاجيه، اليوم كيف عم يتم التعامل معه؟ تمام. هلا اول شيء بالنسبه للاطفال اللي حكيتي عنهم اللي بياكلوا كميات كبيره وعندهم حرق سريع، هلا هون اغلب هاي الاطفال بيكونوا عامل وراثي مساعدهم بشكل كتير كبير. الجينات بتلعب دور كتير اساسي وكتير كبير بانه تكون عندنا سرعه حرق. طفل جيناته الاكثر منين بياخذها؟ ما من الام او من الاب، ما في شيء يعني كامل. هلا ممكن لا ما في شيء ثابت، هي بتصير بنسب معينه ما بين الاب والام، ممكن عائله الاب وعائله الام كمان تاثر بشكل كثير كبير. الاطفال يلي بيكون في عندهم زياده بالوزن او مثل ما قلتي بيلتهوا كثير على التلفزيون او على الموبايل هن وعم ياكلوا، نحن بدنا نحاول اول شيء، يعني هي شغلات بسيطه بس بتساعده كثير. نحن اول شيء بدل ما نعطيه مثلا اذا بدنا نعطيه قطعه فواكه، بدل ما نعطيه التفاحه مثل ما هي، هو ما رح يتقبلها بصراحه او ما رح يكون هيك شيء مغري له
انه ياكله، فنحن ممكن نقطع له اياها ونحطها بصحن هو بحبه او لون هو بحبه، فهون صار في عندنا نحن كميه اكبر، فهو حيشوف كميه اكبر بالعين انه هي التفاحه خلص مقطعه ففيها كميه كبيره، وحيصير ياكل بقطع صغيره، فهو حيشبع بدل ما هو ياكل اول تفاحه يرجع يجيب الثانيه بشكل سريع وياكلهم. هذا الشيء كثير نحن فينا نلعب فيه مع الاطفال، وبيرجع دور مثل ما قلنا نحن انه للاهل، نحن دائما يكون الاكل بوقت معين، يكون مجموع العائله تماما في تنظيم، هذا اذا نحن ما نظمناه بالعائله من 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 هو بعمر صغير ما رح يقدر يتعود، يعني لما بشوف امه او ابوه فاتحين الموبايل او عم بياكلوا هنا عم تفرج على التلفزيون هو حيقلدهم حيعمل مثلهم، فنحن لا يكون بوقت الاكل نحن مجموعين، او ممكن يكون عم نحكي، هذا كمان كثير بيساعد الطفل، بس انه ما يكون ملتهي بهي القصص اللي ممكن تلهيه، ومثل ما قلت ياكل كميات كثير كبيره وما يحسب قديش هو ياكل. تمام. من احد الاسباب اللي ذكرتيها اريج هي مشاكل الغدد ومشاكل ايضا السكر. صح. يعني كثير في من الاطفال وعن جد هي ظاهره كثير قويه وكثير منتشره هلا، انه بيكون في سمنه مفرطه ببلشوا الاهل ريجيمات، ممنوع تاكلوا ممنوع تاكلوا ممنوع تاكلوا، الاطفال ما نون عم ياكلوا بس هن بيطلع عندهم مشاكل بالغدة. يعني علاج الغدة هل هي مثلا التوجه إلى المراكز محل الطبيب التغذية ولا لا إلى طبيب الغدد؟ الحل وين؟ ويعني أيمت نحن منقول أنه ممكن الأطفال يكونوا عم يعانوا من الغدة وليس من السمنة؟ في شيء هيك يدل؟ طبعا. على في شيء هيك ظاهره صغيره ولو ان الدل انه هي هلا هي اكثر شيء الوراثه بتلعب دور بهي القصه، يعني لما بيكون نحن في عندنا الاب او الام في عندهم غده او في عندهم مشكله هرمونيه وطفلهم عم بيعاني من زياده بالوزن فدائما لازم يتجهوا لهي القصه. اكيد الحل بيكون مشترك ما بين طبيب الغدد وطبيب واخصائي التغذيه لحتى يقدروا هن يلاقوا صيغه مشتركه، لانه نحن في عندنا كثير اغذيه بتاثر على امتصاص هرمون الالتروكسين اللي هو بيكون العلاج، يعني نحن في عندنا اغذيه اللي مسميها نحن النباتات الصليبيه اللي فيها الزهره وال النبيط والملفوف، هدول كلياتهم ببطئوا من امتصاص الالتروكسين، فنحن لما بنكون عم نمشي بحميه صحيحه عم نفعل الدواء بشكل صحيح بالتغذيه فبيكون علاجه اكيد اسهل. باي عمر فينا نقول انه ممكن يكون عندهم غدد او يبين عندهم؟ ممكن يبين باي عمر، باي عمر ممكن يبين، من لما ببلش الطفل بعمر المدرسه خلينا نقول، يعني من الست سنين لحتى نكبر. طيب اي اكثر شائع عند البنات ولا عند الصبيان؟ الغده؟ أي. لا عند البنات، عند البنات. عند البنات شائعه اكثر، حتى الخربطات الهرمونيه ارتفاع هرمون البرولاكتين كمان عند حتى البنات، حتى بعمر صغير البنات بعمر صغير كثير عم نشوفه بصراحه، يعني عم بيصير في عندهم مراحل او ظواهر البلوغ بشكل بعمر صغير، يعني عم تلاقي البنت عمرها 8 سنين او 9 سنين صف رابع صف خامس تماما عم بيكون في عندها مظاهر البلوغ، فهذا الشيء يرجع للتغذية السيئة اللي عم بتصير عنا. طيب كثير الأهالي بتخاف من موضوع الغدة مشان الكورتيزون، يعني أنه اليوم أنا بدي أعطي طفلي الكورتيزون، وبنعرف نحن هو يعني علميا أنه بده فترة حتى يطلع تماما من الجسم. طبعا. فأحيانا هيك بتروح الأم ما بدها تفوت بهي المتاهات، تحاول تعمل الرجيمات بالبيت. ممكن تفشل وممكن لا. من خلال اختصاصك ومن خلال زيارات الأطفال اللي عندك على المركز، خبرينا عن الحالات اليوم قد ايه نسبة التجاوب من الأطفال، والحالات اللي يعني اليوم المركز ما قدر يوصل للنتيجة اللي هو عم يسعى لها، شو كانت أسبابها؟ تمام. هلا اول شيء بالنسبه للاطفال اللي بيعانوا من قصور بالغده الدرقيه فعلاجهم بيكون هرمون الالتروكسين. فهرمون الالتروكسين هذا نحن ما فينا ما ناخده، يعني اذا ما اخذناه نحن ما حنقدر قد ما نظمنا بالاكل ما رح نقدر نحن نضبط هذا الموضوع، لانه اساسا نحن هذا الهرمون هو موجود بجسمنا عم ينفرز بشكل طبيعي، هذا الطفل فيه عنده مشكله او اضطراب عم بيخليه انه ما يفرز هذا الهرمون، فنحن لازم ناخده لحتى نقدر ننظم كل شيء بشكل صحيح، فضروري انه نحن ناخده. بالنسبه للكورتيزونات هي بتتاخذ بحالات ثانيه، بحالات فرد النشاط وليس قصور النشاط. ففي فرط النشاط حتى الكورتيزون نحن بيبقى 3 الى 6 شهور وبيطلع من الجسم، يعني انا بيجي لعندي مثلا احيانا باعمار 25 و26 واكثر، انا لما كان عمري 10 سنين اخذت كورتيزون فانا زاد وزني؟ اكيد لا، من وقتها ما بقى نزيف تماما، يعني هو 3 الى 6 شهور هو بيطلع من جسمك، يعني اكيد ما بيبقى بجسمك دائما. فهذا التراتبيه اللي بعدها هي نمط الحياه الغلط هو اللي بيخليك محافظه على هذا الشيء، اما الكورتيزون لا، ببعض الحالات حتى نحن الاشخاص اللي بيعانوا من البدانه او الاطفال اللي يعانوا من البدانه دائما بنلاحظ في عندهم مشاكل تنفسيه او ربو، هدول الاطفال علاجهم حصرا بيكون كورتيزون.
فاجباري نحن بدنا نقدر ناخذ الكورتيزون لحتى نقدر نحن نساعد هذا الطفل، بس اكيد ما بيكون هو السبب بزياده الوزن. اكيد ريجا قبل ما نختم معك خلينا هيك نحكي، اذا حدا من الاطفال عنده سمنه ودخلنا بمسلسل الدايت كيف فينا نحن هيك يعني نعمل دايت بالبيت؟ هيك خلينا ننوه، الصبح السناك، الظهر وسناك الثاني، في اثنين سناك رح يكونوا للاطفال ويعني ثلاث وجبات وسناكين مثل الكبار. ايه نفس الكبار. طيب خلينا نعرف شو السعرات الحراريه، شو لازم ندخل لهم نحن، وكيف بدنا نبعد عن الفات. تمام. هلا في بس فكره كثير صغيره نحكي عنها، انه نحن ما نفهمه للطفل انك انت هلا محطوط بدايت لحتى ينزل وزنك. تمام. نحن بدنا نحاول نفهمه بطريقه انه ماما نحن هلا بدنا نغير اسلوب حياتنا لشيء احسن، مثل ما انا عم بعمل انت بدك تعمل. تمام. بصير رده فعل سلبيه حتى لو جسم يعني اكيد يعني اذا بشوف اهله قاعدين عم بياكلوا ويعملوا كل شيء وانت هذا بهي الساعه ممنوع هلا تاكل، ما في شيء اسمه ممنوع عند الطفل وعند الكبير حتى. نحن بدنا نحاول نحن نلاقي طريقه سهله لحياتنا لتقدر تنظم الاكل بطريقه صحيحه. هلا بالنسبه لتنظيم الوجبات عند الاطفال كثير ضروري، نحن الصبح كثير من اوقات الام بتستسهل الحبوب الافطار او الكورن فليكس. الكورن فليكس فيها كميه سكر كثير عاليه، فنحن لما عم ياخذ الطفل الصبح بعد ساعه ساعتين عم بيجوع. وجبه الافطار كثير ضروري تكون بتحتوي على البروتين عند الاطفال وعند الكبار. البروتين بيض، حليب، جبنه، لبنه مع نوع من انواع الالياف. هذا الشيء اول شيء بيرفع المناعه عند الطفل بشكل كثير كبير. ثاني شيء نحن بناخذ بروتينات فبنبني كتله عضليه بشكل كثير صحيح. ثالث شيء انه نحن بيعطينا شبع لفترات طويله. طب انت مع الشوفان للاطفال؟ ايه مع الشوفان. اكيد ايه مع الشوفان، يعني بدل كورن فليكس فينا ندخل شوفان الصبح. حل ممتاز. فينا نحط مثل كبار يعني مع حليب. أكيد. مع زبيب. أكيد. مع جوز. تماما. مع موز. حل ممتاز جدا الشوفان. كنت بدي احكي انه حبوب الشوفان فينا ناخذها بديل عن الكورن فليكس. العصير مثل ما قلنا نحن فينا نبدله اما بعصير فريش او حتى هلا في حتى لو الحليب يلي عم بيجي منكه او نعمله بالبيت، يعني ما بده شيء، هو الحليب العادي بنحط له فريز او موز. تماما بالخلاط يعني بدقيقه بتنعمل وفينا نخلي له اياها بالبراد اي مت ما هو حب، فهي موجوده عندنا بالبيت. ما رح تفقد قيمتها الغذائيه. لا ما اكيد ما كل وقت في كهرباء ريجا يعني اكيد رح نحطها بالخزنه. طبعا الفواكه مثل ما قلنا انه نحن دائما نحاول نقطعها لحتى نخفف الكميه اللي عم ياخذها الطفل. ما نجيب الشغلات الطيبه دائما نحطها بوش الطفل، يعني ما لازم نحن بيتنا يكون مليان شيبسات ومليان شوكولا وهي قدامه وهو ممنوع ياكل منها، يعني نحن نجيب بكميات مقبوله، نحاول انه نحن نفهمه انه انت فيك تاكل منها بس هي ما انا دائما صحيحه لك، ما انا دائما هي مفيده لك. هذا الشيء كثير بشوفه بالبيوت انه دائما في خزانة مليانة شيبسات وهي القصص وبده ياكل الطفل، يعني الكبير اذا شافه حياكل فاكيد ما حتقدر تسيطري على الطفل، فهي ما تكون متوافره دائما. وفي شغله كثير نحن بنقدر نشتغل عليها انه نحن ننزل الطفل معنا على السوبر ماركت، يعني نخليه هو يشوف يعرف شو في منتجات، يقدر يميز الشيء الصح من الشيء الغلط، نعلمه على هي الاشياء من هو صغير، فكل ما كان بعمر اكبر كل ما كان هو قدران انه ياخذ هي القصص او يتعود او يفهم جسمه بشكل صحيح اكثر. شكرا أريج درويش لحضورك معنا اليوم ولكل المعلومات، وان شاء الله هيك نقدر نمشي بالخطوات اللي حكيتيها لكل حدا اكيد عم يشوفنا وعنده المشكله يكون استفاد من معلوماتك لليوم. اهلا وسهلا. اهلا فيك. ميرسي كثير لك أريج خضور اخصائيه التغذيه، شكرا كثير لك واهلا وسهلا فيك. ما هلا مشاهدينا، فخلينا نروح الى تقريرنا التالي والى جامعه دمشق، حيث استضافت بدعوه من وزاره التعليم العالي الاعلامي جورج قرداحي، حيث تم يعني الاناره على وضع الاعلام وعن دور الاعلامي ايضا. رح نشوف هيدي التفاصيل بتقرير مع زميلتنا رشا خضر. الاعلام نجح باهميه لشبابه وشاباته، للمخضرمين منهم الذين وقفوا في وجه المؤامرة والذين دافعوا ببسالة، بعضهم استشهد، بعضهم خسر حياته، بعضهم تعرض لاعتداءات كثيرة ونعرف ذلك. نعم الإعلام السوري نجح بالإمكانات التي لديه في مواجهة. واقع الإعلام ودور الإعلامي في تغييره، عنوان الجلسة الحوارية التي أقامتها جامعة دمشق مع الإعلامي والوزير اللبناني السابق جورج قرداحي بدعوة من وزارة التعليم العالي وبمشاركة صحفيين وطلاب في كلية الإعلام على مدرج جامعة دمشق. لقاء غني جدا في رحاب جامعة دمشق مع الأستاذ جورج قرداحي، حقيقة هو كان حضوره آسر مثل ما هو دائما،
شاغل قلوب المشاهدين بالوطن العربي. اليوم فعلا كان هذا الحضور الجميل، قدم معلومات جميلة جدا، أفادت طلابنا فعلا، وأنا كنت متابع وبدقة لكل حرف. عمل خلاصة خبرته المهنية خلال سنوات إعلامية طويلة، قدمها بشكل كتير سلس وجميل لطلابنا، وكان في نوع من التفاعل جميل جدا حقيقة، ونتمنى تتكرر مثل هاللقاءات. مثل ما منعتز بمواقفه السياسية للأستاذ جورج قداحي، منعتز أيضا بخبرته المهنية الإعلامية الجميلة فعلا اللي زود فيها طلابنا. حوار اليوم مع ضيف كلية الإعلام وجامعة دمشق جورج الإعلامي جورج قرداحي هو اللي مد جسر التواصل وتبادل الخبرات بين الجيل الذي مارس واكتسب خبرة كبيرة وبين طلابنا في كلية الإعلام الذين على أولى مقاعدهم الدراسية، أولى خطواتهم في عالم المهنية. هذا التواصل مهم لنقل الخبرات، فهي جزء من العملية التأهيلية والتدريبية لطلاب كلية الإعلام. الأستاذ جورج كتير عطانا معلومات وفوائد من كاريزما، من قوة شخصية، من كيف نكون عندنا ثقافة عالية، فهو جاوب على أسئلة الطلاب اللي نحن كلياتنا أنه بتخطر ببالنا نحن شو لازم نعمل بهيك، أو يعني هو حدا عن جد قدوة، هو حدا نحن كتير كنا فرحانين لما اللي هو أنه عم يحكي أنه نحن شفنا هذا الإنسان كتير قدوة بالنسبة لنا. إنه المتوج بجائزة القلوب وليس مجرد سفير أممي أو رسمي، إنه سفير الثقافة العربية، سفير القلوب وقدوة لطلاب الإعلام. الجلسة تضمنت عرض برومو قصير عن حياة جورج قرداحي المهنية، إضافة إلى حوار مع طلاب كلية الإعلام عن دور وسائل الإعلام والإعلاميين في إيصال رسالة الحق وصورة الحقيقة، خطوة هامة تأتي ضمن مساعي جامعة دمشق في تزويد طلابها بالخبرات المهنية اللازمة وكيفية التعامل معها ضمن سوق العمل بأنواعه. أيضا حنكمل معكم ضمن التقارير، وهنروح لتقرير نعرف فيه أكثر عن القراءة إلى أنماط وأنواع متعددة، تفاصيل أكثر. القراءة غذاء للعقل والروح، فمن خلالها يستطيع الإنسان الحصول على المعلومات التي تمكنه من تطوير ونمو عقله وذاكرته، ويكون له قدرة عالية على التعامل مع الآخرين ونقاشهم في أي مجال من مجالات الحياة دون خوف أو تردد. للقراءة أنواع عديدة، وهي القراءة الصامتة، وهي عبارة عن أمر فكري وعملية ذهنية حيث لا مكان للصوت فيها ولا تحتاج إلى معرفة بشكل الحروف وحركات أواخر الكلمات، فهي تبعد الحرج عن الأشخاص الذين ليس لديهم معرفة بالنحو والأعراب أو الذين لديهم خجل اجتماعي. القراءة الجهرية تعتمد على القراءة بصوت مرتفع والتعبير عن المعاني التي يتم قراءتها، ويجب أن تكون ذات جودة عالية في نطق الكلمات والأداء بطريقة حسنة وسليمة والالتزام بالمخارج الصحيحة للأصوات والتقيد بالوقوف الملائم والمناسب عند علامات الترقيم. القراءة السريعة عبارة عن مجموعة من الأساليب التي يستخدمها القراء بهدف قراءة أكبر عدد ممكن من الكتب دون أن يؤدي إلى قصور في الفهم، ويكون عن طريق استخدام قدرات الذاكرة البشرية وتقليل الوقفات التي تتوقف عليها العين بين الكلمات. قراءة الاستماع تعتمد على عملية السمع فقط وتلقي ما يتم سماعه من الآخرين، وهي جيدة لتدريب الطلبة على حسن الاستماع وحصر العقل فيما يقوله المتكلم والسرعة العالية في الفهم، وتعد وسيلة جيدة في الكشف عن المواهب والإمكانيات المختلفة للطلبة. القراءة طوق النجاة من ظلام الجهل، فهي تجعل عقولنا شابة وصحية وتسمح لنا برؤية وجهة نظر مختلفة عن العالم. ومتابعين أكيد بصباحنا، ورح نحكي بمحطتنا التالية عن تحدي القراءة والقراءة السريعة، ونتعرف على هي المهارة مع المدربة باسمة درويش. أهلا وسهلا فيكي، وأيضا بدنا نرحب بالطالبة يارا. أهلا وسهلا فيكي يارا، صباح الخير. صباح الخير فيكم.
اليوم يارا اول ما هيك عم ندردش عم تخبرنا انه هي اخذت المستوى الاول على مستوى سوريا بالقراءه السريعه 2000 كلمه خلال 45 54 ثانيه يعني بتحكي اكثر مننا. اليوم حلو اتجاهك هيك. خلينا اول شيء هيك نبلش مع المدربين نحكي اكثر ونوضح شو هي اليوم فكره مهاره القراءه السريعه. مهارة القراءة السريعة هي مهارة ذهنية صامتة، هو إن نحن نقرأ أضعاف أو ضعف القراءة المعتادة بمرتين أو ثلاث، هي إنه نحن عمل العين مع الدماغ، فيزيولوجية العين مع تحليل الدماغ. تماماً. يارا حضرتك يارا ديب حضرتك طالبة ثانوي، السنة الجاية نحن بكالوريا. من ايمتى انت ضمن جو القراءة والمهارة؟ واليوم يعني اليوم كيف انت حسيتي انه انت عندك هاي القصة؟ مع انه دائما نحن بنروح للتدريب للبطء بالكلام كرمال مخارج الاحرف، اليوم انت قادرة خلال هاي السرعة تحافظي على مهارة انه انت ما تاكلي من الحرف او تطلع الكلمة كاملة معاكي؟ هلا اول شيء نحن بلشنا بالعطله الانتصافيه تدريب، وكان بعد العطله الانتصافيه باسبوع كانت المسابقه، وكانت تجربه كثير حلوه، وهي ما بتتعلق بالكلام بشكل عام، بتتعلق بسرعه الاستيعاب والتركيز اكثر من انه حكي. بس اجباري كمان بدك تكوني انه مخارج حروفك انه ما نحكي بسرعه وما نكون مفهومين للطرف الثاني. نعم ست باسمة، بس خلينا نحكي كيف ببلشوا بتدريب الأطفال؟ يعني أي طفل فيه هو يتعلم وفيه يتحدى بمجال القراءة ولا لا في تدريبات وفي أعمار محددة لازم يبلش فيها يتدرب على القراءة السريعة؟ تمام. هلا بالبداية حابة أوضح فكرة القراءة السريعة، هي أنه مهارة غير مسموعة، يعني لا يوجد تلفظ أبداً، ما بنلفظ مخارج الحروف. بالنسبة للمراحل العمرية عندنا ثلاث مراحل، نحن أطفال، يافعين، راشدين. ممكن الطفل راشدين يبدأ فيه يبلش راشد طبعا. الأطفال نحن بنبلش معهم لازم يكون يعرف الكلمة أو شكلها، بس نحن حتى عملنا مستوى زيرو، هذا المستوى نحن من هيئه ليدخل بمجال القراءة السريعة، هي آلية قراءة بالعين وليست بالتلفظ. طيب ناخذ هيك مثال، مثال يعني انه انت يعني كيف عم تتم الآلية اليوم؟ تمام. هلا نحن بنوسع الرؤية المحيطية. هلا نحن انا لما بكون عم انظر للامام شايفة كافة المحيط بالالوان والاشكال، قادرة احدد الورقة من الطاولة حتى بالالوان وبالشكل، حتى ميز الاشخاص، حتى قادرة ميز، فنحن العين قادرة تميز من اول نظرة سطر. مع التدريب نحن بنوصل للمهارة. نحن أهم شيء بالطفل عندنا التدريب، يعني الطفل ما بيكفي إنه نحن بس نوسع مجال الرؤية، نحن طبعاً إذا بدي ورجيه عبارة قادر يقرأها بسرعة، بورجيه العبارة وبزيلة، فقادر الطفل يقرأها بسرعة بالعين، أما لما بده يتلفظها بياخذ شوية وقت. بس ما مين إن الأطفال يلي ما فيهم يفوتوا بالتحديات او هن مستبعدين انه هن يتعلموا؟ هلا نحن ما في عندنا حدا مستبعد الا اللي ما بيتدرب، ما بيطور حاله. يعني مثلا ما في مشكله بالنظر، مشكله هلا بالعكس، هي القراءه السريعه كثير بتحسن وبتدرب، بتحسن النظر كثير وبتحد اذا في ضعف في العين، لان هي نحن بنشتغل على عضله العين، حتى لما انت بتعطي تمرين تقريب تبعيد فالعين بحاجه كثير لهي التمارين. في اشخاص عندهم بيزيد ضعف النظر او الانحراف، او فتمارين العين هي بتساعدنا بشكل مباشر انه نحد من هي الامور. تمام. يا رح خلينا هيك نروح شوي لعندك نحكي عن تجربتك وعن الفوز على مستوى سوريا، مثل ما قلنا حكينا عن التجربه وعن الانجاز التدريب. هلا انا اول شيء دربت 3 اسابيع بس، كنت اخر مشتركه عند الان سباسمو، رحت انه لجرب وانه انا مكثفه تدريبي لحالي ومع الان سباسمو، كان شغلنا كثير عن نطاق واسع بالعطله.
رحنا انا متوقع يكون في انه عالم متدرب اكثر مني عالم انه يعني الوقت أحسن كان قصير احسن لانه انا ما مالي كثير متعرفه على المهاره هي بس انه لاحظت انه انا مشتغله اكثر من غيري واستحقيت الفوز اكيد يعني لانه قد ايه كان عدد الطالبات الموجودين وهل كانت المشاركه من كل المحافظات طبعا المشاركه هي من كل المحافظات الأغلبية يعني ما فينا نقول الكل الكل يعني معظمها كانت بمكتبة الأسد الوطنية مؤسسة إضاءات الفكر هي المسؤولة عن البرنامج الآن سينوس اليمني طرحت أول شيء هي السنة كانت المسابقة برعاية وزارة التربية انطلقت من محافظة حما من فريق مبادرون نحن أعطينا مدارس لحتى تنتشر شوي وتوصل لأكبر عدد من الطلاب بشكل مجاني لحتى يتعرفوا على هي المهاره ويقدروا يطوروا حالهم. كم كان عدد فريقك؟ هلا انا اعطيت كثير يعني بالمدارس اعطيت اكثر من شعبه مجاني كل شعبه فيه تقريبا 35 اللي دخلتي فيه على المسابقه؟ اللي دخلت فيه على المسابقه تقريبا 25 تمام حلو بس ما خلينا نحكي مثلا الصبايا مثل يارا هي وصلت لمرحلة متقدمة خاضت مسابقة صار عندها تحديات كثيرة هي قادرة أن هي تعلم عمر الأصغر منها؟ طبعا نحن لما بنعلمه للأطفال أو الراشدين نحن دائما أو اليافعين نحن دائما بنطلب منه أنه ينشروا هي قادرين هن يعلموا سواء أخواتهم الصغار لانه هن صار عندهم تكنيك المهاره يعني اذا بيمشوا على هذا النسق هن اكيد رح يفيدوا يستفادوا ويفيدوا اليوم التحديات حتضل على مستوى سوريا او في تطلعات اليوم نحن لنطلع فيها بهدول المهارات خارج سوريا لا طبعا نحن دائما تطلعاتنا لنطلع خارج سوريا نحن اشتركنا كمان بتحدي القراءه العربي وهذا الموضوع بيساعد كثير انه نحن نقرا بشكل اسرع خلينا نحكي عن هاي النقطه القراءه طبعا. العربيه هلا التحدي القراءه العربي هو ساعد انه نحن عرفنا بوقت متاخر شوي باشتراكنا بهذه المسابقه ولكن قراءتنا اللي هي انه نحن نقرا باضعاف يعني ممكن كتاب يخلص بيوم ممكن كتابين نخلص بيوم فهذا الشيء ساعدنا انه ينجزوا الخمسين كتاب بسرعه تمام يارا يعني من بعد ما خطي هي التجربه اكيد حياتك اختلفت نمط تفكيرك اختلف صار عندك طموح اعلى واكبر خلينا نحكي اليوم يارا وين بتلاقي حالك وين حلمك هيك كيف تحلمي يعني وين توصلي هلا انا طموح اول شيء خلص بكالوريا بمعدل عالي وبعدين اختار شيء مميز من ناحيه نخوض مجال التكنولوجيا لانه نحن بعصر السرعه فانا بدي اخوض لاطور واتطور يعني تكوني مدربه كون مدربة أكيد هلأ بغض النظر عن اهتماماتي الثانية اللي أنا من هلأ مبلشة فيها مثل التدريب بنوادي صيفية أو مثلا متطوعة في فريق ألوان المجتمعي داعم للطفولة بنتشكر حضورنا اليوم حضوركم اليوم معنا بتحبي هيك كلمة أخيرة من حضرتك وأكيد بنتشكر المؤسسة مؤسسة إضاءات الفكر على كل المجهود وعلى كل شيء عم تقدمه للأطفال وللمواهب السورية أكيد بتشكركم هلا أنا أول شيء بتمنى يوصل توصل هي المهارة لكل طفل لحتى يختصر وقت هي فوائدها أنها بتختصر الوقت والجهد تمام فلما الطالب بيختصر وقته وجهد قادر ينتج أكثر فبتمنى هي توصل لأكبر عدد ممكن من الأشخاص إن شاء الله اليوم بجهودكم أكيد شكرا كثير لك ست باسمة وشكرا لك يارا ونهاركم سعيد ميرسي لكم أهلا وسهلا فيكم شرفتونا أما هلأ رح نروح لصالة الشعبي اللي استضافت معرضا تشكيليا ضم 45 عملا للفنان فادي قطيش الذي استطاع ورغم إعاقته الجسدية أن يشكل علامة فارقة في عالم الفن التشكيلي وأن يدرس هذه المادة في محافظة السويداء تفاصيل أوفى وثقتها كاميرا الأخبارية مع زميلتنا إليا علان We'll be right back.
معرض الفنان فادي قطيش من فرع السويداء. بالحقيقة يعني ذهلنا بالأفكار المطروحة من خلال عدد اللوحات، وأثني عليه بمتابعة مسيرته ويشجع طلابه كمان. والموضوع هو التزام الطالب أو الفنان باتحاده يقدم ما عنده، لأن نحن عملنا نسهل هالمعارض وهالنشاطات لكافة الفنانين. بتاح 45 عام، فثلاث أشهر دفاع عالي وكثير. أنا حكيت بالدلقة، حكيت الناس، حكيت البشر، أنا العوام الناس له شتمه، اللون له مدرسي، له ظروف قاسية ولا ظروف المتاح. يعني الفن له حياة، له يعني مدرسة معينة، له نجاح. معرض كتير كان حلو وشامل بكل المعطيات. قدم 45 لوحة بتجسد الحالة اللي هو كان يحس فيها، الحالة اللي كان يتأثر فيها من قبل الناس، من قبل المجتمع، لأنه كان هو بوضع صحي شوية، ذوي الإعاقة الخاصة، لكن الوضع اللي هو خلاه يتغلب على كل شيء بالمجتمع. وموهبته كانت كتير موهبة حلوة، بدت معه موهبة، لكن حاليا صار مدرس يخرج أجيال ويخرج موهبين، وعم بيدرس طلاب كلية فنون وكلية عمارة، وكتير كان أعماله ناجحة. فادي من طفولته بحب الفن، موهبة خلقت معه من عمره 5 سنين، فنحن ساعدناه، جبنا له مواد، نمنا له موهبته، جيب له معجون، يعني حسب تعليمات الطبيب انه جيبوا له معجون مشان تحريك الاصابع يتحرك، نجيب له مثلا جينة حيوانات يعمل مجسمات. من هو عمره 5 سنين عنده عشق للفن، فنحن ساعدناه ونمنا له موهبته، وكان بالمدرسة مسمينه الفنان العظيم، الفنان الكبير يعني من طفولته. منكون وصلنا لنهاية مشوارنا الصباحي. بدي أتمنى لكم بقية نهار يحمل كل الخير وكل الحب لكل مشاهدينا، ونهارك سعيد رشا. يومك حلو ليا لك ولكل الأشخاص اللي تحبيهم. أكيد نحن مشوارنا انتهى لليوم، شلنا كلنا خفاف لبيوتكم وقلوبكم. لقونا بكرة ببرنامج وفقرات جديدة وضيوف جداد 9:30 صباحا على هوا الإخبارية. كونوا بخير، باي باي.